وفردوس اتخرجتي من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والكونسرفاتوار قسم أصوات، يعني كنت بتدرسي في الاثنين، ولكنك طبعا اتجهتي للتمثيل من أول يوم. مع الحكاية بقى وحكاية نجاحك، يعني كتب عليكي أظن الأستاذ رجاء النقاش ولدت من حجر المسرح القومي نجمة جديدة فدقوا لها الطبول. بس البطولات اللي انت خدتيها كانت حكاية زي الأفلام كده، البطلة تمرض و... أيوة. ايه الحكاية بقى؟ هو انا طبعا لما اتعينت في المسرح القومي كان المفروض اول شهر بتعين فيه كان في مسرحيه اسمها متلوف، كان بيخرجها الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره، والمفروض كانت تعملها ممثله الله يرحمها اسمها ازهر شريف، وقعدت عملت فيها بروفات شهرين، وانا ما عنديش فكره خالص، انا لسه داخله كنت بقالي كام يوم يعني، ولقيت الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره بيقول لي خدي النص ده عشان هتعمليه بكره، بعد بكره هنعرض بعد بكره. فانا طبعا انا ذهلت يعني، فافتكرته يعني في واحده اعتذرت او حاجه، دور صغير كده بيديهوني، فببص روحت في البيت ببص على الدور لقيته دور البطوله المطلقه، وهو المفروض هنعرض بعد بكره. فاتصلت بيه في التليفون قلت له حضرتك غلطت يعني، انت بتقولي الاسم ده مش انا. قال لي لا هو الشخصيه، قلت له انا هعمله يعني بعد بكره بطله مره واحده. فقال لي انت يا ما هتقدري ولا ما هتقدري، قلت له لا هقدر. وقعدت طبعا عملت زي ما هاملت قال بيني وبين نفسي اكون او لا اكون. وقررت ان انا اكون، لان كانت فرصه ممكن ما تجيليش يعني بعد كده. وقعدت من 12 بالليل لغايه 12 الصبح بحفظ في المسرحيه، ورحت الساعه 12 الظهر عملت بروفات لغايه الساعه 3 بعد الظهر او 4، وجيت عملت البروفا الجنرال بالليل وكاني عامله معاهم البروفات لمده شهرين، والحمد لله يعني كانت تجربه ناجحه جدا. وتلا ذلك مسرحيات اخرى، مسرحيات كتير بعد كده، كان برضه نادية رشاد مرضت ايوه مسرحيه ثانيه وبرضه خدت البطوله يعني ولا بقى. والاسكافيه العجيبه تتمني دلوقتي ان اي حد يا لا ده مش ده الطريق عشان احنا معانا مجموعه من الممثلين الشباب هنشوفهم صحيح. دلوقتي اهلا وسهلا. يعني لا بس هم مش محتاجين دلوقتي لده، لان احنا مش محتاجين حد يعني لا لان احنا كنا في 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 اوائل كان صعب التمثيل وكانت الفرص قليلة جدا، دلوقتي هم عندهم القنوات الفضائية والحاجات يعني عندهم فرص أحسن مننا بكتير جدا. فاكرة يا دوسة ميزو؟ فاكرة المسلسل ده؟ احكي لنا هو ميزو، لأنه كان أول دور لفردوس في مسلسل ونجح جدا. كان كوميدي هو عملتيهاش انت تاني بقى بعد؟ لا عملتها في حاجه اسمها لو انت بابا في المشمش، مش كانت شخصيه برضو فيها بعض الكوميدي. هو قال لك، هو اللي قال لي قال ايه هم اللي قالوا سيده كانت بتقول ايه بقى؟ ما هو اللي قال لي الشخصية دي على فكرة من الشخصيات الجميلة جدا اللي أنا شفتها في الحياة. وحصل موقف زي كده إن هي واحدة كانت بتشتغل عند أختي وبنت متخلفة تقريبا خالص، وبعدين البنت دي غابت في يوم يعني باتت وما جاتش وبالليل وما لقيوهاش ومسؤولية بقى وكده، وبعدين تاني يوم بصت لقيتها جاية لوحدها كده، فروحتي فين وبنتي فين؟ تقول ما هو اللي قال لي مين اللي قال لي؟ تقول هو اللي قال لي. فطبعا انا طرقت لي الفكره لما شفت الشخصيه، عارفه اعجبت، انا بقيت ميته من الضحك، واختي طبعا عماله تصرخ وبتاع ومسؤوليه كبيره البنت وكده، وانا طرقت في دماغي ان انا اطبقها على شخصيه من الشخصيات. وجات الفرصه في انا وانت بابا في المشمش، ورحت مطبقة الشخصية اللي أنا شفتها في الحياة عملتها في الواقع. طب فين الأدوار الكوميدية دي؟ يعني ميزو، فاكرة كان دورك في ميزو إيه؟ طب أحكي لنا مع سمير. هو طبعا برضو ده من الأدوار اللي كانت جميلة جدا، كان الأستاذ لينين الرملي اللي هو زميلنا برضو في المعهد عمل يعني عمل المسلسل ده، وهو كان
يعني هو بيعمله أنا في دماغه يعني أولا لعدة أسباب، لأنه هو عارف كنا طلبة مع بعض وعارف إمكانياتي وكده أن أنا أقدر أعمل الدور ده، وبعدين حتة جديتي الشديدة ممكن يطلع منها كوميدي، وبعدين كمان في ميزة أن الجمهور ما يعرفنيش معه ما شافنيش قبل كده، فممكن يصدق الشخصية أنها بالسذاجة دي وأنها بشكلها اللي طلع يعني في ال... وده فعلا نفعنا كتير جدا. يعني أنا يعني كان في واقعة برضه أقولها لك، كان الأستاذ سمير غانم عمره ما شافني، وجيت أنا كنت واخداها جد يعني في بداية حياتي أنه أنا لما أجي أعمل بروفات لازم أتقمص في البروفة يعني بجرب، فروحت البروفة وأنا لابسة الملابس بتاعت الشخصية دي وعاملة شعري من نص كده والمنظر ده كله. فهو الأستاذ سمير غانم أنا داخلة يعني ما فيش في ذهني بقى حد هيقول عليا حاجة ولا يعني مش ده المشكلة، فبصيته لقيت فيه ربكة كده وقاعد يبص للمخرج وقاعد يبص للمؤلف ويعمل كده وبتاع وإيه الحكاية، وابتدى الجو يتوتر، فأنا برضو ما ركزتش. بعد البروفة بصيت لقيتهم بيضحكوا بيقولوا، قال لهم ايه الدهية السودة اللي انتوا جايبينها هي دي هتعرف تمثل؟ قال عليكي دهية سودة يا دي هتعرف تمثل، دي واضح انها واحده خامكه قوي انت جايه متخمسه بقى خالص وما بكلموش خالص برضو ولا حاجه، وكنت انا بتكسف في الاول برضو ما فيش. وبعدين لما عملنا الدور وبتاع قال لي لا والله انا ما كنت متخيل ابدا انك انت ممكن تعملي الشخصيه بالشكل ده. جميل الشغل مع سمير غانم. لذيذ قوي.